سلام، انا معاد احبش. اول حاجه بغيت نقولها في الفيديو هذا هو ان هذا الموضوع هذا راه حطيته ومشى ليا وعاود حطيته ومشى ليا، وانا دابا نعاود نحطه نزولا عند رغبتكم. شحال عندي منكم شحال، واخا كان واحد جا عندي تيساب وتيغوت. خويا انا راه ما كناخد والو من يوتيوب، ما كيعطيني والو يوتيوب لا ماديا ولا معنويا، ما كاينش مساعدات منه وما كاين مساعدات من حتى شي واحد، ما جاتني حتى شي حاجه. ولكن حاجة أخرى اللي هي كانت شاركة مع الأفيونيين اللي عندي هنايا هي المشاعر اللي بيناتنا نتوما، هما أنا وأنا هو نتوما. فبغيت نقول لهذاك اللي جا عندي البريفي، صاحبي راني حطيت الفيديو حيدو ليا، وعاود حطيته حيدو ليا، وهانا غنحطو دابا. أوكي، كون شي واحد بلاستيك يشوف راسو تضيع الطاقة غير هكاك ما غيكملش، ولكن أنا ما كيهمنيش، واخا ما يعاونني حتى شي واحد غنتقاتل على الأفكار اللي راسمهم في دماغي. وبدا لينا الموضوع على الاتحاد الاوروبي، راه من الصباح وانا نتسنى هنايا. واخا انا نبدا، مي ما تنساش تفولويني في الانستغرام. تيست تيست، واحد جوج ثلاثة. اجي نعاود لكم على الاتحاد الاوروبي كيفاش بدا وشنو الفكره ديالو من الاول. الدول الاوروبيه من بعد الحرب العالميه الثانيه عاقت باللي خاصها تصاحب مع بعضياتها الا بغات تبقى العظمه ديالها في العالم، ضروري انها تصاحب مع بعضياتها. الحرب كتدمر لها الاقتصاد ديالها وكتدمرها، فكما شفنا من قبل النتائج ديال الحرب العالميه الثانيه كانت خسائر على القاره الاوروبيه. المانيا تقسمت على اربعه وواجهت بزاف ديال الخسائر بشريه واقتصاديه، كذلك فرنسا الاقتصاد ديالها طاح، بريطانيا حتى هي الاقتصاد ديالها طاح. حتى من الدول اللي ربحت الحرب، فرنسا بريطانيا وحتى روسيا، لقات راسها باللي لقات واحد النتائج كارثيه من بعد الحرب. دونك كما قلنا الدول الاوروبيه شافت راسها فين ما دخلت في شي حرب عالميه، واخا تكون رابحه الحرب كتكون خاسره بزاف، الخسائر ديالها الاقتصاديه والبشريه كتكون كبيره. فهاد الفكره ديال الاتحاد الاوروبي ريحتها بدات تبان في الخمسينات. مثلا في سنة 1958 غيسينيو معاهدة روما، غيكون واحد الاتحاد اقتصادي ما بين الدول الأوروبية. فسينيو معاهدة روما على أساس يأسسوا واحد السوق وسموها بالسوق المشتركة الأوروبية. كانت هذه هي الشرارة الأولى أو اللبنة ديال تأسيس الاتحاد الأوروبي. طبيعة الحال الاتحاد الأوروبي أول مرة بدأ بالاتحاد الاقتصادي ما بين الدول، ومن بعد مرور واحد شوية الوقت ولات حتى السياسة داخلة في هذا الاتحاد، يعني ولات سياسة على الدول الأعضاء اللي كاينين في الاتحاد. فهذه واحد تقريبا شهرين غيوقع الحادث في الاتحاد الأوروبي واللي هو خروج بريطانيا من الاتحاد، ولكن هذا الفيلم بدأ في 2016. في 2016 بريطانيا دارت أول سؤال، شنهما المظاهر ديال هذا الاندماج اللي كاين في الاتحاد الأوروبي؟ صاحب ديال الدول الأوروبية كيبان في بزاف ديال المجالات. فمثلا في المجال النقدي كما كنعرفوا باللي الاتحاد الأوروبي غادي على واحد العملة اللي سميتها الأورو. الأورو اللي هي واحد العملة كتنافس الدولار الأمريكي بواحد الشكل باين. مي واخا هكاك دول الأعضاء اللي في الاتحاد ماشي كلها واخد العملة كأورو، فغي 17 الدولة من أصل 27 اللي غادية بالأورو كتعامل به في العالم. فالبلان بدا من 2002 فاش الاتحاد الأوروبي غيخرج العملة ديال الأورو، ومنها اني تزاد الاتحاد ما بين الدول تعنق بعضياتها والتباوس مع بعضياتها، ومنها ينافس داك ولد اللدينة ديال الدولار الأمريكي اللي جا من الأورو دار خبلة في العالم. الحمد لله ملي أوروبا فاقت ما كاينش دول غادية لتصرفيقة سميتك. فالمظاهر ديال هاد الاندماج غتبان حتى في المجال الفلاحي. فمثلا في 1962 داروا سياسة فلاحية مشتركة باش يقادوا بها الانتاج الفلاحي ديال بلدانهم. الدول الأوروبية كلات شوية ديال العصا من بعد الحرب، الانتاج الفلاحي هبط شوية، دونك شافوا باللي خاص يديروا هاد السياسة باش يرفعوا من الانتاج الفلاحي. والاتحاد الأوروبي فكر في الفلاح الأوروبي مزيان ودار ليه مستوى عيش لائق، لأن بلا فلاح إلا ما ضمنتيش للفلاح حياة زوينة وداكشي زوين ما يعطيكش إنتاج زوين.
دونك الا مشى الفلاح ما كاينش الانتاج، وهذه مساله عاديه. بحال دابا انا الا مشيت راه ما كايناش شي حاجه سميتها اليوتيوب، باش تعرف انا راه هو اليوتيوب. المهم من غير السياسه اللي داروا والفلاح اللي فكروا فيه، اكدوا بشكل كبير على التموين الغذائي. التموين الغذائي يكون باسعار زوينه، يعني اي مواطن اوروبي يمكن ليه ياكل، غني ولا فقير. وهذا التدابير بان الاكل ديالها وسدوا بها العجز الغذائي. داكشي علاش حنايا عزيز علينا اوروبا، تيقولوا فيها داكشي زوين، عيش زوين، تتاكل تدير، يعني ما كاينش الفقر، ما كاينش هادي. فوفروا داك الفائض وبداو يصدروه، تضاعفات المردوديه ديال الانتاج الفلاحي. في اخر المطاف الدول كلات الحلوه بهاد الطريقه هادي وبهاد الاتحاد. فكنتمنى لعل وعسى نديرو حتى حنا شي اتحاد بحال هكا اللي يكون واقف على الصح ويهز بينا وما نبقاوش هكذا. ان شاء الله بربي. سير في حالك انت، ماشي وقتك. ما ماشيش يلا. المهم نكملوا. المظاهر ديال الاندماج ما بانتش غير في الفلاحه والمجال النقدي، بانت حتى في المجال الصناعي، في الصناعه. فناطل لهم المانيا وانجلترا وفرنسا واسبانيا، صنعوا واحد الطياره سميتها الايرباص، وهذه من احسن الطياير اللي كاينين في العالم دابا. فالشركات ديال الطياير الاوروبيه تعاونات مع بعضها باش تصنع هذه الطائره، والهدف ديال هاد الطياير هادو كان انهم يتحداو الطياره الامريكيه اللي سميتها بوينغ. وفعلا الطياره الايرباص اللي الصنع ديالها اوروبي قح تفوقات على الطياره ديال بوينغ الامريكيه. ومازال دابا نايض ما بيناتهم واحد البيف ليومنا هذا، مازال كل جهه كتزيد تطور الطياير ديالها. كاين مظهر اخر واللي هو المظهر الاجتماعي. فالاتحاد ضمن المجتمع الاوروبي امتيازات زوينه، بحال مثلا في سنه 1962 اللي دوينا عليها غيسينيو على واحد المعاهده سميتها معاهده شينغن. هاد المعاهده هادي كتعطي الحريه ديال التنقل في الدول ديال الاتحاد الاوروبي، ولكن غير 9 ديال الدول. فانت مثلا كون كنتي في شي دوله داخله في الاتحاد الاوروبي من هاد 9 دول اللي سيناو على معاهده شينغن، يمكن لك تشرب قهوه في باريس، العشيه سير دير لك سبور في ميونيخ، وفي الليل هبط لايطاليا وكوموند شي بيتزا وبالصحه والراحه. شي كامل عندك ديرو دابا، راك في الحجر الصحي، خليك تما تفوت كورونا ونتلاقى ونديرو شي بلان ان شاء الله. فهاد المعاهدة ديال تشينغن زادت داك التلاحم ما بين الدول، ومن غير حرية التنقل اللي دارتها معاهدة تشينغل، فالاتحاد الاوروبي دار برامج اللي تخلي الدول ديما معانقة بعضياتها، برامج اللي تخلي الدول ديما تدخل في شراكات عابرة للحدود. ففي 2004 غيخرج الدستور الاوروبي الموحد، اللي قرا الدستور غيلقاه انه كيدوي على المواطن الاوروبي وكانه كيدوي على شي ملاك، كيأكد على الضمان ديال الحقوق ديالو، كيأكد على الحريه ديالو، كيأكد على بزاف ديال الحوايج خص يستافد منهم المواطن الاوروبي عن غيره في القارات الاخرى. فبشكل اكبر من الوجهيات الاخرى ركز عليها هذا الدستور الاوروبي. دونك كما شتي، لا نقديا، لا فلاحيا، لا صناعيا، لا اجتماعيا، الاوروبي كمواطن 16-0 نفع بزاف هذا الاتحاد الاوروبي. ولكن تقدر تسول شنو اللي خلى هذا الاندماج يكون بهذا الشكل هذا، وهنا غندخلوا نجاوبوا على العوامل والمقومات ديال الاندماج. فهي اللي غتشرح لنا ديك شنو اللي خلى الدول الاوروبيه تكون مندمجه بهذا الشكل. اولا العامل ديال الجغرافيا، فهاد الدول هادو ديال الاتحاد الاوروبي راه كلهم كينتميو لقاره وحده اللي هي القاره الاوروبيه. فهاد الانتماء ديال الدول الاوروبيه لقاره وحده خلى داك الاندماج ما بيناتهم يتعزز، يزيد يتعزز، لان الدول قريبه من بعضياتها فعندها المؤهلات اللي تخليها دير اتحاد مع بعضياتها. داكشي هو هذاك. من غير العامل ديال الجغرافيا كاين العامل ديال التاريخ، ولينا دابا كنقراو العامل ديال التاريخ والجغرافيا في التاريخ والجغرافيا، فهمت؟ فالعامل ديال التاريخ هو ان هاد الدول الاوروبيه دوزات حربين عالميتين، فمن بعدهم عقت باللي هاد الحروب غادي غير تدمرها كما قلت في الاول. دونك قالت اجي نديرو اتحاد،
وآجي نعيشو الحياة مع بعضياتنا. أنا راني كنبغيك، مطلبي الكل ونعطيها لك. العامل الثالث هو العامل السياسي. دول الاتحاد الأوروبي كلها عندها تقريبا نفس النظام السياسي، وهو النظام الديمقراطي، وهذا حتى هو خلى الاندماج ديالها يوقع، زيادة أن كلها مطبقة احترام حقوق الإنسان والحريات، ماشي بحال شي بعضين. العامل الرابع هو العامل الاقتصادي. الاقتصاد اللي الله يفكوا حيله في هذه الفترة، هذه قريب يولد لنا واحد الأزمة عالمية اقتصادية. ما علينا، دول الاتحاد الأوروبي كلها دايرة في الاقتصاد النظام الرأسمالي الليبرالي، اقتصاد السوق اللي معروف باقتصاد السوق، وهذا عزز لهم داك الاندماج ديالهم. ما شاء الله، يعني كلها مؤهلات من الفوق حتى لتحت، ناقصها غير شي راجل بحالي انا. دونك العامل الخامس هو العامل التنظيمي، هو باش نساليو كاين بزاف ديال العوامل ولكن هادو عوامل كافيين لكم نتوما. العامل الخامس هو العامل التنظيمي. لوجيستيكيا الاتحاد داير خدمته صوب أجهزة اللي تفرق على كل مجال شنو وقع فيه وشنو خاص يدار فيه. بحال مثلا داروا البرلمان الأوروبي، داروا البنك الأوروبي، داروا محكمة العدل الأوروبية، داروا المجلس الأوروبي، وزيد وزيد. يب قلبتك باقي عامل آخر اللي هو العامل البشري، وهذا ما كرهتوش يكون عندنا حنايا. عدد السكان في الاتحاد الأوروبي أو في دول الاتحاد كبير ومرتفع، عندهم أمد الحياة، الناس كيعيشوا بزاف، وهذا كيفسر علاش أوروبا ولات بؤرة ديال الفيروس، حيت فيها نسبة كبيرة ديال الناس اللي كبار في السن مساكن. كنتمنى يتحسن الوضع في جميع الدول. هاد نسبة السكان مثقفة ونشيطة، مهتمين بالقراءة للكتب والكتابة والفنون وكاع داكشي الزوين اللي يجيك على بالك. دونك الاتحاد زادت عنده المؤهلات، اليد العاملة موجودة، وهاد اليد العاملة ماشي غير يد عاملة وصافي، بل يد عاملة مثقفة، زائد أن أوروبا عندها واحد السوق استهلاكية كبيرة والناس عندها القدرة الشرائية. للإشارة كاين بزاف العوامل غير هادو كما قلت لك، راهم كافيين لك. دونك واخا باش تبان لك الصورة مزيان، هاد الاندماج اللي شفتي عنده حدود، وعارفك باغي تعرف الحدود. هاد الحدود بحال ان العملة ديال الاورو ماشي كل الدول ديال الاتحاد خدامة بها، هادشي قلت لك ما نعاودو باش نعرفو شنو هما الحدود. بحال السويد عندها واحد العملة سميتها الكرونة السويدية، ماشي كورونا، والدنمارك تاهي عندها عملة الكرونة الدنماركية، كرونا واطف نقولو ماشي عملة اخرى، كرونا في كورونا. دونك كاين حدود اخرى بحال التباين اللي كاين في الدول، كاين الدول المهيمنة اللي عندها الدخل الفردي مرتفع، وكاين الدول المندمجة اللي عندها الدخل الفردي متوسط، والدول اللي في طور الاندماج وهذه عندها دخل فردي منخفض مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى. فكاين حد آخر بحال أن كاين دول اللي ما انضمتش للاتحاد الأوروبي بالرغم أنها كاينة في القارة الأوروبية، دول بحال سويسرا، بلاد الشوكولات، بلاد التيتيز، النورفيج، بلاد البرد، إيزلندا، وزيد وزيد. فكاين حد آخر اللي هو الاتفاقية ديال شينغن، ديك اللي دوينا عليها قبيلة. ديك الاتفاقية كتخليك يعني أنك تسارى كما بغيتي في الدول اللي كاينين في الاتحاد، دول الأعضاء، ولكن كتقتصر غير على 9 ديال الدول من أصل 27 دولة. ودابا آخر حاجة اللي هي الخروج ديال بريطانيا، واللي هو حد من الحدود ديال الاندماج، فما لقاو ما يدار، قال لك اجي نخرجوا من الاتحاد. قلت العقل لا، راه ولي انا الاتحاد ندخل ليها صاحبي عمرني ما نخرج. هي كتشوف على المدى البعيد كاين شي خطط اقتصاديه غتهز البلاد والعباد. مهم هنا نكونوا سالينا هذا الفيديو، موضوع كان معاكم زوين، وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش تفولوني بليز في الانستغرام، بغينا نوصلوا ل 20,000 فولوور. وشكرا بزاف على الاستماع ديالكم، جايين فيديوهات واعرين، ما تنساوش انكم تسناو هاد الفيديوهات هادو اللي ديما تنقول لكم غايجيو، خاص غير شويه ديال الوقت على ما نرتبهم ويكون خير ان شاء الله، نحطهم ويعجبوكم، وانا متاكد كما قلت لكم غيعجبوكم.
بيس اند لاف، شكرا بزاف على الاستماع ديالكم، والى اللقاء.